موضوع اجتماعي جديد خلينا نشوفه بأهالينا. الأجهزة الذكية الإلكترونية منتشرة اليوم تقريباً في كل بيت، الأطفال حصة كبيرة في استخدام هي الأجهزة على الرغم من جميع التحذيرات من وجود أخطار لها. مثل ما قلت محمد، أكيد الأطفال حصة كبيرة باستخدام هي الأجهزة وفهم جميع تعقيداتها. ومن الطرف أنه لما بتواجهك مشكلة بيجي الولد وبيقول لك أنا قادر أحل لك إياها، وحتى بيفتح لك الباسورد تبع أبوك. يعني جيلهم صار فعلاً طبعاً من صغره لأنه بيعرفوا تفاصيل يمكن أكثر من صحيح. الكبار، لكن استخدام هي الأجهزة من عمر صغير يمكن يخليهم خبراء ببعض الأوقات، لكن بالوقت نفسه ممكن يسبب أضرار تانية بما فيها أضرار على العيون مثلا. نتابع التقرير ومن ثم بيكون معنا الدكتور ضيفنا لنحكي عن هذا الموضوع. لا يقتصر اقتناء الأجهزة الذكية اليوم على الكبار فقط، إذ أصبح في معظم المنازل السورية جهاز ذكي خاص لكل فرد في العائلة مهما كان عمره. ويعتمد الأهل في بعض الأحيان على إلهام أطفالهم وكسب هدوئهم من خلال إعطائهم أجهزة محمولة في أعمار صغيرة لا تتجاوز شهوراً عند البعض، دون وعي في معظم الحالات للخطر المرافق لاستخدام هذه الأجهزة على صحة الطفل النفسية والجسدية. من إحدى هذه المخاطر الكبيرة التي باتت تأخذ حيزاً كبيراً في الفترة الحالية من جهود المختصين هي التنبيه من الأشعة المنبعثة من هذه الأجهزة على عيون المستخدمين وخاصة الأطفال. وحسب دراسة للجمعية الأمريكية للإبصار، فإن الضوء الأزرق المنبعث من تلك الأجهزة الإلكترونية يعرض المرأة أكثر للصداع النصفي وألام الظهر والكتفين، بالإضافة إلى تضرر قرنية العين واحتمال كبير لفقدان النظر جزئياً. لكن على الرغم من هذه التحذيرات والدراسات المنتشرة على الأنترنت وجهود المختصين وأطباء العيون، ما زلنا نشاهد أطفالاً لا يفارقون أجهزتهم المحمولة ويرفضون الاستغناء عنها مهما كانت المغريات حولهم، وسط تخبط من الأهالي بين أهمية تعرف الطفل إلى التكنولوجيا ومواكبتها وبين ضررها. ويبقى السؤال، هل يستطيع الأهل تحقيق توازن في هذا الخصوص؟ أم سيبقى الطفل ضحية ما يحب؟ عن هذا الموضوع معنا ضيفنا طبيب العيون الدكتور عمار ميرخال. مساء الخير دكتور. مساء النور. اهلا وسهلا فيك دكتور. أنا فيك. دائما كنا عن جد بنتذكر بطفولتنا انه لما بدنا نقعد قدام افلام كرتون لا تقعدوا قدام تلفزيون كثير، وبعده ما كان في اصلا هاي الاجهزه الحديثه او الذكيه. قد ايه ممكن يكون لها تاثير كبير على عيون الاطفال طبيا عم نحكي؟ بتشوه عمليه تشكل الرؤيه تماماً. يعني الرؤية، نحن نولد لا نرى. الرؤية هي حدث أو خاصة دماغية تتشكل بعد الولادة بالعلاقة مع البيئة. وبالتالي وقت نحن منعرض لأطفالنا للرؤية الدقيقة القريبة منكون عم نعمل إجهاد كبير على العين وعم نشوه نمو العين. مشان يعني هيك يعني بنط الحرف مثلاً، إذا بتلاحظوا بكتب الصف الابتدائي بنط الحرف كبير، عين الطفل ليست مجهزة وليست قابلة للرؤية الدقيقة القريبة. يعني مو مثل التأثير ممكن يصيب الشخص الكبير اللي ممكن يضرر بصره حتى نظاره. أخطر بكتير من لأنه هون أخطر بكتير إصابة الأطفال أو يعني ضرب الأجهزة على الأطفال أخطر بما لا يقاس بالنسبة للكبار. لأي عمر عم نحكي تقريباً؟ لعمر 10 إلى 12 سنة. نحن كانوا دايماً يقولونا حتى لما نكون مسطحين ما نمسك كتاب ونقرأ فيه، هذا كثير في ضرر. بينطبق هذا الشيء يا ترى على نفس الأجهزة الحديثة؟ ممكن أنها تسبب ضرر أكبر؟ تماماً أكيد. يعني كيف يعني وضعية الرؤية، يعني أحيانا بتلاقي ما أنت عم تقولي الطفل هو بالعرباية يعني عمره 6 شهور مسكي، يعني هذا اكيد صحيح. بيعمل اجهاد كبير على عضلات العين واكيد ممكن يعمل مشاكل جديه للعين. المشاكل ممكن تكون عباره عن اسواء انكسار باكره ممكن توصل للحول، يصير في عنده حول،
وفي شيء اخطر من هيك ممكن يصير في حرق للعين، يعني حرق حرق نعم بالمعنى الحرفي للكلمه، يعني نحن لازم نعتبر الموبايل هو ميكروويف تماما. الميكرو الموبايل يصدر اشعه كهربائيه وهي من نفس طبيعه الرؤيه، يعني نحن نرى بالاشعه، يعني الفعل هو فعل كهربائي بالاخير. نعم. لحتى نحكم على الانسان اذا كان ميت او حي بنعمل له تخطيط دماغ كهربائي. اذا الفعاليه الكهربائيه موجوده بالدماغ وموجوده بالعين، هذه الفعاليه الطبيعيه بيشوهها وبيحرقها الموبايل. يعني هي ضرر وين بيجي بالضبط؟ على الاجزاء بالعين او على الاعصاب، على الشبكيه وعلى الدماغ، بترفع الحراره الموضعيه للشبكيه وللدماغ. طيب ممكن تسبب عفوا ضعف بالنظر، انت عم تقول حرق، انا دغري راح فكري لانه موضوع ممكن انه ما يكون في تمييز حتى بالالوان، ممكن انه توصل لهون ولا ممكن بس ممكن انه ضعف لا ممكن توصل لهون. انا شفت حالات وصلت لهون، وصلت لهم عدم تمييز، وصلت انه يعني لو يعني للاسف الاهل يعني رغم انه عم اقول لهم كانوا مو مصدقين يعني وعم يضحكوا حتى، بس العين كان انا كنت شايفه لانه في شيء اسمه بقلب العين جسم الهدبي او الجزء من العين مسؤول عن المطابقه وبنفس الوقت مسؤول عن افراز الخلط المائي، بنقول يعني مسؤول عن السائل اللي بيغذي العين. هي العضله او هذا المكان الجسم الهدبي ممكن يتخرب باشعه الموبايل. يعني في اضرار كبيره معناها. طيب ممكن خلينا نحكي معناها كبيرة. كيف لازم يتم التعامل بالاهل، كيف لازم يتعاملوا مع موضوع الاجهزه الذكيه، لانه صار مثل ما قلنا في متناول الجميع، يعني بتلاقي ولد عمره سنتين ثلاثه صار بايده بيمسك موبايل ابوه، بيمسك بيضل ساعات. محمد يمكن اصغر من سنتين عم نشوف. انا اعتقد هذا السؤال له علاقه ببنيتنا المجتمعيه، ببنيتنا الفرديه. هذا بده ذكاء من الاهل ليلاقوا شيء جذاب لاطفالهم اكثر من الموبايل. الى اي مدى الاب حاضر بحياه اولاده والام حاضرين وشو عم يعملوا بالبيت؟ انا بدي نوه لموضوع كثير مهم. بكل بيت هلا اذا اخذنا عينه من السوريين 10,000 انسان لو فرضنا اكيد يعني طيب خلينا نقول 10,000 منزل. فال 10,000 منزل حتلاقي 10,000 تلفزيون وحتلاقي على الاقل 10,000 موبايل. تمام، لكن ما حتلاقي ولا كتاب بيحكي عن مثلا ادمان التلفزيوني عند الاطفال. مع انه هذا الكتاب موجود. انا بدي اتوجه يعني عبر قناتكم كمان وعبر التلفزيون انه الناس تقرا مو بس تسمع كلامي او اي كلام، لانه وقت الانسان بيقرا بتختلف القصه. في كتاب اسمه الادمان التلفزيوني عند الاطفال بيشرح انه الطفل وقت بيمسك الموبايل هذا وقت عم يروح من عمره ومن حياته ومن تشكل دماغه. هذا اذا انا وقت عم بمسك الموبايل كطفل انحرمت بهذا الوقت من شيء اخر كان لازم يقدموا لي اياه اهلي اللي هو الحياه بالبيت، الحياه بالمجتمع. دكتور اكيد في اثار كثيره بس اسمح لي بالكميه. فبالتالي الموبايل بيشوه نمو دماغ الطفل، نمو روحه ولحنا بنشوف بدماغنا، يعني هذا بدي اكد عليه الصوره، ولحنا بنشوف بدماغنا. يعني مثلا بالاعلام الكاميرا وقت بتروح بس على جزء من الحدث ما بتروح على ما هي عم تتحكم بالرؤيه، عم تتحكم لانه الرؤيه فعل دماغي. انا هذا بدي اوصل له انه الموضوع لانه ما اذا تسمح لي بس بهالعباره، الطفل ما اذا في شيء ما اكتسبه بهذا العمر ما عاد يكتسبه بعدين. لاحظت الخطوره؟ اذا ما اكتسب بعض المهارات في هذا العمر الصغير بعمر السنه او السنتين او ثلاث سنوات لن يكتسبها فيما بعد. يعني الاثار كثيره وعلى اكثر من صعيد، لكن بموضوع العيون تحديدا يعني مثل ما قلنا صار الاجهزه بمتناول الجميع سواء الايباد ولا اللابتوب ولا التلفزيون. بدنا نطلع بشيء يعني انه مثلا الطفل بعمر معين مثلا عمره 5 سنوات بحق له كذا، بحق الطفل اذا كان صغير لانه في منه مثل ما قلتي حتى بيكون يمكن شهور بيمسكوه شغله انه بدل اللعبه او بدل شيء صار يمسك جهاز فيه وشاشه. فنطلع بنصائح انه كيف أوكي. يتعاملوا معي يعني لانه بالاخير ما راح يمنعوهم بالمية انه والله انه موجودين بين الايدين هنا بالاخير. تمام، انا بس بدي اقول الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال حددت العمر ممنوع استخدام الاجهزه الذكيه تحت عمر 12 سنه. اذا بدنا نستخدمه لاسباب تعليميه بدنا نحطه بوضعيه عدم الطيران. وانا بعثت للمحطه النشوه بهالموضوع اذا في مجال تعرضوها ل 12 سنه. وهذا كلام حق لانه قلت لك الرؤيه لانه بعد العشر سنين تكتمل الرؤيه، ما عاد في اضافه بفعل الرؤيه وبالتالي ما عاد في تشوه بصير، يعني بتكون الرؤيه نمت. المهم ان لا يتشوه
لا تتشوه رؤية أطفالنا بالموبايل قبل 10 سنين لأنه بتكون هلا عم تتكون. طب دكتور عفوا باختصار، يعني احنا كنا نتابع افلام كرتون بعمر صغير، معقول يعني لعمر 12 سنه ما نقدر نشوف حتى شاشه التلفزيون ولو كانت مثلا بعيده او لساعات معينه؟ يعني كان مسمح لنا بربع ساعه بتذكر، أوكي، اللي هي الفتره الكرتونيه بس. تمام، هذا هو هذا اللي عم بقوله، بس فرق كبير بالمناسبه بين التلفزيون وبين الموبايل أو اللابتوب. يعني مشان ما نعمم نحن على كل الوسائل التواصل، يعني التلفزيون ممكن مسموح بعدد ساعات معين وحتى ولو عمر أصغر، وممكن يكون على مسافة مثلا معينة. نحن عم محددين بس بكلامك هذا تبع ال 12 سنة أنه بس الأجهزة الإلكترونية اللي قريبة من العين. نعم. الموبايلات وحتى نعم، بس نحن محددين التلفزيون لحد 6 سنوات، ممكن نص ساعة يوميا حتى 6 سنوات. دكتور بعياتك يعني بيجيك هيك حالات؟ بيجيك فعلا هيك طبعًا كثير اطفال؟ طبعا هذا بده يصيب وباء. طبعا عم يجيني كثير حالات، اسواء انكسار يعني بصير بصيب الطفل بدون نظاره، حالات الحوال، وقلت لك شفت يعني حاله انه العين يعني بلشت تضمر بالعين. تضمر بالعين. نعم. كيف عم بيكون تقبل الاهالي لموضوع قله يلي عم ينتبهوا خطوره او حتى في قله اللي عم ينتبهوا لهالموضوع اللي عم يتجاوبوا القله للاسف؟ لانه يعني مثلا بتشوفي سيده، انا من كم يوم سيده جايبه بنتها عم بفحص بنتها، بعدين بتوجه بالكلام للام، لقيت الام ماسكه الموبايل بالعياده ووشها عم يبتسم، يعني بتتواصل مع حدا بابتسامه. فوصلت لي رساله انه اذا انت جايبه بنتك للعياده وبهذه اللحظات بالنسبة لها كان الموبايل هو مبعث الفرح أكثر من أنه تهتم ببنتها، فالموضوع أحياناً بيكون يعني أحياناً للأسف بيكون. وقتنا تقريباً 30 ثانية دكتور، حابب تقول شيء بالأخير للأهل؟ ستيفن هوكينج حكى قبل ما يموت، الخطر القادم على البشرية هو الذكاء الصناعي، الموبايل يشوه عيون أطفالنا ويشوه بناء روحهم. شكرا لك كثير دكتور عمار ميرخان، شكرا لوجودك معنا اخصائي في طب العيون. مشاهدينا لهم نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، موعدنا بكره نفس الوقت، الى اللقاء. 6:05 بتوقيت دمشق، بنشوفكم بخير.